السلام عليكم. أهلا وسهلا مرحبا. أنه الأخوة السنة العرب الظروف الاستثنائية التي ألمت بهم سابقا وحالت دون مشاركتهم بالحجم الذي يتناسب مع حجمهم الديمغرافي لم يعد كما هو عليه الآن. الآن المشاركة أوسع، ونأمل إن شاء الله بالانتخابات القادمة نطوي صفحة الخلل البون الذي حصل بين حجمهم بالبرلمان وحجمهم بحجمهم السكاني. بالدستور الآن مشاركتهم أكثر فعالية من السابق. تفضل. أنت ذي سواء كان في الشرطة أو في الجيش، السؤال اللي يطرح نفسه. لدينا ثوابت تنطلق من شريعتنا، تنطلق من مواطن من كوننا مواطنين في هذا البلد. إذا لم يأتي هذا الدستور ملبياً لهذه الثوابت، لا اعتراف في هذا الدستور.